السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو بغيت نبارطاجي معكم واحد القصه اكتشفتها في هذه الروايه هذه، عجبتني بغيت نشاركها معكم. هي انك ما عمرك تحكم على شي واحد على الافعال ديالو، ولا على شي واحد عطاك عليه واحد الشهاده، يعني الشهاده بحقه، قال لك هذاك راه مسخوط الوالدين ما كيسواش وكذا، وهذيك ما عمرك تثق، ما عمرك تحكم على شخص. ولكن هذه القصه هذه زوينه وممتعه وفي نفس الوقت مأساويه نوعا ما. غادي نكتشفوا واحد العبره زوينه بزاف. هذا الكتاب هذا لاندور ديال الكاتب، والاصول ديالو امازيغي، كتبو اللاتينيه وترجم للغه العربيه وترجم الفرنسويه وترجم الاسبانيه وجميع اللغات ديال العالم تقريبا. سميتو الحمار الذهبي او التحولات، لاندور ولا لي ميتامورفوز. انا قريتو صراحه باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه، اطار الترجمه وكذا كنحتاج هذا الشيء هذا في التخصص ديالي. نعاود لكم القصه باختصار شنو وقع دابا انا في الشابتر 10، يعني في الكتاب العاشر، يعني تقريبا في الاخر ديال الروايه لقيت هذه القصه، يعني مجموعه من القصص. ولكن انا غير نركز على واحد القصه. واحد السيد انا كان مزوج بواحد السيده ولد مع واحد الوليد عفوا. المهم الوليد كان زوين بزاف، كيتميز بالجمال. الام ديالو توفات، ملي توفات غيتزوج بواحد السيده اخرى. شنو وقع؟ تزوج بسيده اخرى، سيده اخرى تزوج ولد معاها وليدات وكذا. داك السيده كانت معجبه بالابن ديال الزوج ديالها، كان زوين بزاف وكانت تعجبت به، وكانت عرضت عليه نفسها مجموعه من المرات وعبرت على الحب، وعبرت على الحب ديالها لهذا الربيب ديالها كما كنقولوا حنا، اوكي. لكن هذا الابن بالاخلاق ديالو ما رفضهاش بشكل مباشر، ولكن كان كيتهرب منها، كان كيحاول يتهرب منها بشكل مستمر وكيأجل اللقاءات ديالو معها. واحد النهار شنو غادي يوقع؟ هاد السيدة هادي الزوجة الثانية ديال داك الراجل لاحظت وصلت لواحد الخلاصة أن هاد الابن كيرفضها. دوك شنو قررت؟ قررت تمر المرحلة ديال الانتقام، قررت أنها تنتقم من هاد الشاب هذا. شنو غادي دير؟ غتجيب واحد العبد ديالهم خدام عندها في الدار تماك، غادي تسخرو يجيب السم، غتوكل يعني الربيب ديالها السم باش تنتقم منو، بغات تقتلو. داك العبد مشى مباشره يشري السم عند واحد السيد، داك السيد طبيب كيبيع، المهم كيبيع هاد المواد المخدره وهاد المواد هذا. هو مشى عنده قال له انا راه بغيتها كدواء، باغي نشري هاد السم. ولكن السيد داك الطبيب حس باش حس، سمحوا لي يدي كضرني بلا هذاك، نسيت ما جبت معايا داك السيبور خليته في الدار. قلت داك الطبيب حس باللي راه هاد السيده هادي، ولا باللي هاد السيد هذا اللي باغي يشري السم راه باغي يرتكب شي جريمه. دوك شنو عطاها؟ عطاها واحد المخدر، قال له ديه. داكشي اللي كان داك المخدر وحطه باش غيعطيوه لهذا الولد هذا، هذا الربيب، حطوه في واحد البليصه في الدار، عاد كيخططوا كيفاش غادي يشربوا هادشي. وك واحد النهار الولد ديالها الحقيقي، ماشي الربيب ديالها، الابن ديالها الحقيقي، ماشي الابن ديالها اللي غير متزوج ديالها، لان هي ولدات هاد السيده هادي، قلنا الزوجه الثانيه ولدات حتى وليدات، جا غير بالصدفه ولقى داك المشروب وفيه داك المخدر وشربوا. صربو بدا كيضرو في الجسد ديالو وصافي، وداه واحد الناس وكانه ميت. جات الام، جاو الناس، جا داك العبد، لقى شنو لقى؟ لقى بان السيد ميت، يعتقدوا انه مات، اوكي. شنو دار؟ صافي وجدوه ودفنوه الى اخره. دابا مشات المطوار ديال المحاكمه. صافي شنو غادي دير السيده هنايا؟ داك الزوجه الثانيه شنو غادي دير؟ هي اللي جابت السام وهي اللي صيفطت داك الخدام ديالها. شنو غادي دير؟ دارت واحد الامر فظيع، قالت بان هذا الربيب ديالي هو اللي قتل خوه، هو اللي دار هذا السم باش انه يقتل خوه، وان هذا الربيب ديالي كان كيحاول يتحرش بيا جنسيا، وانني انا رفضته وقرر ينتقم مني وكنعاول يقتلني حتى انا. شنو دار؟ شنو؟ شوف على جريمه بشعه دارتها، لصقت هاد التهمه كامله، لصقته في داك الربيب ديالها اللي غيكون هو الضحيه ولا هو المتهم. دار لصقت في هاد الشيء كامل، وزادت حتى التهمه ديال التحرش. والاب عودت هادشي للاب ديالو، الاب ديالو تسيق ومشى للمحكمه وكيشكي بولدو، كيقول له ولدو شوف على مصيبه، كيتحرش ليا بمراتي، وصدق القصه ديال مراته، قتل ليا ولدي الثاني مع مرة ثانيه، وباغي يتحرش، كيتحرش ليا بمراتي. صافي كيوجدو باش المحاكمه باش يقتلوه، دخلوه للمحكمه صافي وجدو باش غيوجدو الاعدام، وصافي عا باش كيتاكدوا. صافي شنو غيوقع من بعد؟ غادي يجي داك الطبيب، هو واحد الراجل عنده واحد السمعه كبيره، شيخ بحال عنده واحد المكانه في القضاء، حتى في القضاء والكلمه ديالو مسموعه وكيتحترم بزاف، فهمتوا؟ شنو غادي يقرر يدير؟ غيتدخل في وسط المحكمه،
وغادي يبدا كيعاود القصه من جديد. ها شنو وقع، وهذا الشيء السيد راه جاي يشري من عندي السم، وها شنو وها شنو، وداك العبد حتى هو يعبد، يعني كيسمع الاقوال ديالو. من بعد غيوصلوا للخلاصه ان يعني القاتله الحقيقيه هي الام، وان داك العبد هو المشارك معاه في الجريمه. وباش زاد باش كياكد على الشهاده هذا، داك الرجل داك الطبيب قال لهم اصلا انا ما بعتلوش السم، هذاك غير مخدر. وتا هذاك السيد اللي دفنتوه دابا اللي كتفكروا انكم دفنوه ولا راكم دفنتوه، غتمشيو دابا وغتلقاو هذا اعمى ميت. وداكشي اللي كيمشاو وغيتاكدوا بالملموس وغيلقاو بان داك السيد كاع ما مات، وانما داك السيد هذاك فقط يعني غير مخدر. وهنا غادي يحكموا على داك العبد بالاعدام، ويحكموا على داك السيده هي بالطرد الى اخره من داك هذاك، ومحاكمات. مهم كل واحد شنو كيقول، القصه تطورت منه. دونك هادشي ديال الملخص ديال هاد الروايه ديال ابولي افولي ابولي لاندور، حمار الذهبي. اوكي، هاد الروايه تقريبا كي كنقول اول روايه في تاريخ البشريه، يعني لو بروميي رومون دون ليستوار دو لومانيتي. يعني هنايا دابا درتكم عير على جزء من هذه القصه، هي مش فيها مجموعه من القصص، يعني اول تجربه ديال البشريه وديال البشر كيبدا كيدير سرد. اوكي، لو غومو عاد كيكتسب التقنيه زاد، ولكن بواحد الاتقان بواحد الفن صراحه. هذه الروايه كاينه في اللغه العربيه، كاينه باللغه العربيه، كاينه باللغه الفرنسيه سوغ يوتيوب. يمكن لك تطابي في اليوتيوب الحمار الذهبي وغتلقى كتاب مسموع تصنت ليه. اوكي، دونك وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى تكونوا خديتوا العبره. العبره بطبيعه الحال راه باينه، هي انك ما عمرك تحكم على شي واحد. جا شي واحد كيقول لك هذا راه مجرم، كيقول لك هذا شفار، كيقول لك هذا خائن، كيقول لك هذا، ما عمرك تسيق. قدر يجيب لك دلائل تعتقد انها حقيقه صافي، ما تبقاش، ولكن حتى تشوف بعينك شي حاجه عاد حكم. ما عمرك تحكم من الشهاده ديال شي واحد اخر. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما تنساوش تنتميو لاشين ديالنا، والى اللقاء.